كانش اسمه ياسمين، كان هو وقت اللي بدا بلديه الحمامات سميك النافو، بعد ما تنقلت هي كانت في بلا سخه وتنقلت سميك ولات جزافات. بالنسبه لفضاء ياسمين هو هي من رواري مدينه حمامات، لا سبيل اليه في التفريط ولو في متر. توا فضاء ياسمين انا في رايي انا مقدمه ذمه الحمامات، ذمه اولاد الحمامات، خاطر المتنفس الوحيد اللي معناتها ويزينا من البني. البلاصه هيك الحمامات نظن اعز بلاصه في الحمامات، احسن موقف حمامات يطل على الشط ويطل على وسط المدينه، وسط المدينه قلب معناتها النبض نتاع الحمامات. بس ياسمين عنده مكانه خاصه عندي انا، خاطر براتيكمون حياتي كامله عديده غادي سي مالوغو باش يوصل 2016 لاسمينا السيتياسيون اللي هو فيها، معناتها كي واحد يمشي غادي توا بعد في السوفونير دونفونس نتاعو اللي عاش بغادي يلقاه دون سيت سيتياسيون، نجم نقول كان متأثر برشا على اسباس ياسمينا اللي هو نجم نقول سي لو سول اسباس اللي بزاف الحرامات اللي يمشي بور لي بروجي فيتور. التصور نتاعي 3 هكتار نتاع ياسمينا يلزم تصير فيها ريفليكسيون كبيرة، معناتها نجيبو دي زيكسبير كسوا هنا في حامل تونس نعملوا فيها بلوزيور بروبوزيسيون تصورات فيتوريست. كحمامات وكشخص من سكان مدينة حمامات نحب أنا هالبقعة هذه الأرض هذه تبقى كمتنفس كجردة أنا حديقة عمومية للناس الكل، تلقى الصغار والكبار واللي حاجته باش يرتاح يجي يقعد تميكا، هي تعطيني الحمامات في البقعة اللي واحد يقعد فيها. ما عندك وين تمشي في سونتر فيل، بروبليم بيك بروبليم حمامات، ما عندكش خضار، ما عندكش بقعة تخرج فيها أولادك ومرتك، ما عندكش بقعة عائلية، ما عندكش بقعة ثقافية، لا مسرح لا تياتر، شيء ما عندك. أنا نحب ولدي يتربى في الياسمينة، وكي يدخل الياسمينة نحكي له كيفاش أنا كنت صغير ونشط من الياسمينة ونعوم في بسين الياسمينة ونمشي نشرب كاسي في الياسمينة وصحابي وعائلتنا واخواتنا وجيراننا الكل خدموا في الياسمينه والناس الكل من الياسمينه، مي ما ياخذوهاش يحطونا بيتون، يزينا من البيتون ويزينا من التسكير ويزينا نحبوا الفيردور. Thank you.